السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متتبعي قناة ألفا تايلورينج للخياطة، مرحبا بكم في فيديو جديد سنعمل من خلاله على شرح طريقة صناعة قفازات اليدين. في الآن في هذه المرحلة، بعد أن قمنا بوضع تخطيط لي على ورقة على حجم اليد كما تلاحظون، دائما نقوم بزيادة ما يناهز نصف سنتيمتر على القياس المطلوب، ونقوم بتقطيعه على القماش. لكن لازم من الضروري أن نقوم يعني أن تكون الجهة السفلية أصغر شيئا ما على الجهة العلوية. بطبيعة الحال نقوم بترك يعني نصف سنتيمتر، وذلك من أجل الخياطة. والآن سنعمل على جمع هذه القفازة لنرى الشكل النهائي لها.